بقالنا كتير ما عملناش جولة داخل موقع ميدجورني. النهاردة إن شاء الله هنعمل جولة داخل موقع ميدجورني وهنعمل مع بعض التصميم الجميل ده. زي ما احنا شايفين قدامنا ده موقع ميدجورني. لو بصينا هنا طبعا عندنا هنا التشو كيس، هنضغط عليه عشان نخش نشوف أحدث التصميمات اللي تمت بالذكاء الاصطناعي. هيفتح معانا زي ما احنا شايفين هنا التشو كيس وهجيب لك احدث تصميمات تمت بالذكاء الاصطناعي. هتلاقي تصميمات حلوه او جميله والالوان فيها حلوه زي ما احنا متعودين ان دايما الصوره بيظهر فيها الكلام اللي انكتب عشان الصوره تطلع بالشكل ده. يعني هنا مثلا عندك هنا مثلا في الصوره دي عباره عن كلام مكتوب زي بيكسر ستايل اللي هو شركه بيكسر ستايل اللي هي خاصه بالانيميشن. A super cute adorable fluffy white baby rabbit is smiling happily، ووصف كده طلع لك الكلام ده. هنا مثلا برضو لو جينا نزلنا هنلاقي هنا في شخصيات يعني حقيقية ستات يعني، ولكن انا مش حابب او ان انا نعمل شخصيات زي كده. عندك هنا مثلا حلو ده ديكور مثلا تحس ان هو ديكور بيت بتصميم معين اللي هو ده. كاتب لك هنا ابوه ستايل ليفينج روم ويز وورم اند ايرثي تونز. برضو الكلام ده على فكرة انت ممكن تستفيد منه، يعني انت لو انت مثلا بتتفرج على حاجات زي كده عاوزك دايما تخلي معاك ورقه وقلم تكتب الكلام اللي انت حابه. يعني في كلام معين هنا مثلا خدنا warm and earthy tunes، يعني مثلا دي كلمتين ممكن تستعين بيهم. برضو هنا مثلا عندك نوعيه من انواع التصميمات دي، شايفين هنا ده عامل ازاي، تحس ان هو كوميك بوك اهو. كوميك بوك بيج فيكتور ارت شوينج ستوري اوف ا ماد ساينتست كوزينج ان اكسبلوجن ان ساينس، طلع معاك هنا بالشكل ده. دي نوعيات من نوعيات برضو اللي في ناس بتقدر او بتحب انها تعمل. هنا عامل لك توم هانكس بالصلصال. دي جولة كانت سريعة كده في التشو كيس. طيب تعالى بقى كده نشوف لو احنا حابين ناخد اي حاجة من الحاجات دي. انا بصراحة عجبني اول حاجة خالص فوق، حابب ان انا اجربها اللي هو الكلام ده. في كلام تاني فيه موجود مش ظاهر، بس احنا ممكن يعني ناخد شوية منه، ناخد ده مثلا كوبي. اروح على الديسكورد هنفتح الرابط بتاعنا اللي هو التابع لميد جورني. طبعا هيجي واحد يقول لي الله امال فين ميد جورني، هنا مش موجود لان انا عملت سيرفر خاص بيه على طول. مثلا هنكتب بقى هنا السلاش عادي جدا، هيجيب لنا الايماجن برومبت، هنحط الكلام بتاعنا هنا. اتمنى ان هو يكون كام. طب كويس جاي كامل. هو بيكسل ستار سوبر كيوت ادورك فلوفي وايت بيبي رابت. ممكن بقى احنا نشيل رابت دي ونحط مثلا دوج، نشوف هيطلع معانا ازاي، ونسيب كل حاجه زي ما هي برده نفس الكلام ونشوف هيطلع لنا ازاي. هندوس انتر ودي كانت النتيجة. يعني نتيجة غير متوقعة خالص، أربع تصميمات بصراحة جوال، لكن أنا شايف إن ده عجبني أكتر، فإحنا ممكن إن إحنا ناخد التصميم ده. ماشي، هنيجي هنا عشان ناخد التصميم ده بنعمله حاجة اسمها أب سكيل. ده تصميم رقم 3. ماشي، فهنختار اليو 3 اللي هو أب سكيل للصورة رقم 3، هيعمل لنا أب سكيل للصورة. ودي كانت الصورة النهائية بعد ما خلصت وعملنا لها أب سكيل، تحسها واقعية 100% بصراحة، جميلة جدا. طبعا هو هنا ظاهر لك يعني كأنه منظر مثلا ان هو مثلا علامة للصورة او كده. الحاجات دي طبعا ممكن ان احنا نشيلها باستخدام اي برامج تعديل الصور. في برنامج بقى ممكن تستخدمه لو انت ما عندكش مثلا فوتوشوب او عندك اي برامج تستخدمها لو انت على البي سي، فانت لو رحت مثلا هنا كتبت فوتوبيا اللي هو ده هيفتح معاك هنا. هتضغط على اول اختيار ده هيفتح معاك الصفحة دي، هتنزل تحت هنا هيجيب لك الواجهه دي يا جماعه حاجه مثيله جدا للفوتوشوب. هتقدر من خلالها ان انت تعدل عليها اي حاجه، بس اول حاجه لازم ان انت تنزل الصوره دي عندك على الجهاز عن طريق ان انت بتعمل سيف ايمج اس. بعد كده هتنزلها في المكان اللي انت حابه، ولكن مثلا حطها على الديسك توب عشان خاطر نوصلها بسرعه ونعمل سيف. هنرجع هنا على فوتوبيا وهنعمل اوبن فروم كمبيوتر علشان يفتح لنا هنا من الديسك توب نجيب الصوره اللي احنا عايزينها بالشكل ده. نعمل اوبن، فتح معانا الصوره بالشكل ده. ده يا جماعه عباره عن برنامج فوتوشوب بس اونلاين. هنيجي هنا على ادوات القص والتحديد بتاعتنا. مثلا عندك هنا مثلا في السبوت هيلينج تول لو انت عايز تشيل حاجه، الباتش تول برده لو انت حابب تشيل حاجه. وفي برده طريقه ثانيه ممكن نجربها، انا اول مره اجربها معاكم، لو احنا جينا عملنا مربع كده بالشكل ده هنا وهنضغط كليك يمين هنلاقي هنا مش موجود. يعني هي مش موجوده، انا كنت بدور على الفيل بس ما هيش موجوده الفيل هنا، لكن نقدر ان احنا برده ندور عليها هنا في الايمج هنلاقيها موجوده في الايديت اقصد، هتلاقي فيل. هنعمل فيل، هتلاقي عندك هنا الاختيارات دي، هنختار كونتنت اوير نورمال ولوباست 100% ونعمل اوكي. هتطلع زينا هنا شال لك الصور، شال لك اللوجو اللي موجود بس بطريقه احترافيه، يعني دي ما تقلش اي شيء عن الفوتوشوب. انا هبقى اشرح لكم بقى طريقه شرح مفصل لفوتوبيا وازاي ان انت تقدر تعمل عليه تفريغ لاي صور او اي كلام انت حابه
بدون استخدام الفوتوشوب. دي كانت حلقة النهاردة، عملنا جولة سريعة جدا داخل موقع ميد جورني وعملنا تصميم جميل جدا، مش هنعمله كل يوم طبعا باستخدام ده، لما اخترنا او خدنا فكرة من الكابشنز اللي موجودة. هو هنا يعتبر شكل التصميم ده بالظبط، لكن بدل ما احنا عاملينه هنا ارنب عملناه دوج. اتمنى تكون عجبتك الحلقة، لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا في النهاية. السلام عليكم. Thank you.